وعالم توزيع كهرباء بغداد الأستاذ أحمد الموسوي. أهلا بك أستاذ أحمد. في البدء، يعني رئيس الوزراء يوجه باختيار أفضل الشركات في المجالات لإنشاء محطات الطاقة، ما الخطط بهذا الشأن خاصة في ظل انتقادات واسعة توجه للوزارة؟ تفضل. حياكم الله ستي العزيزة، وشكرا لهذه الاستضافة قناة الرشيد الفضائية. حياكم الله كل مشاهديكم. حقيقة في ظل مساعي وزارة الكهرباء لتدعيم وتحسين واقع المنظومة الطاقة الكهربائية ولمواكبة زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية في ظل تنامي الطلب وارتفاع الوضع الاقتصادي لعديد المواطنين وبازدياد حاجات الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية، سعت وزارة الكهرباء وبتوجيههم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة لوضع خطط آنية لمعالجة المشاكل ووضع خطط استراتيجية بموجبها تدعم قطاع البنى التحتية لوزارة الكهرباء. من هذه الخطط التي سعت إليها وزارة الكهرباء حقيقة سعت إلى إبرام مذكرات تفاهم وسعت إلى وضع خارطة الطريق مع شركة سيمنز وشركة جنرال إلكتريك. هذا الموضوع حقيقة هو لحد الآن لم يدخل المسعى الرسمي، لم يدخل الحيز الرسمي ولا حيز التنفيذ، إنما هو مجرد خارطة الطريق ومذكرات تفاهم وبموجب غرف عمليات مشكلة مع هذه الشركات. حقيقة هم شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنز كان عندهم جملة التزامات مع وزارة الكهرباء وكان عندهم جملة تعاقدات مع وزارة الكهرباء. لما ارتأوا أن يقعدون مع السيد الوزير ومع غرفة عمليات وزارة الكهرباء، نعم، اشترطوا أن يكونون هنالك شركات ثانوية تنوب عن شركة سيمنز بالتعاقد مع وزارة الكهرباء اللي هي شركة السويدي. أنا بودي أن أرفع اللبس اللي حاصل حتى عند بعض السادة النواب. يعني لماذا تلك الشركتين أبت أن تكون هنالك شركة ثالثة تقوم بعملهم؟ لا، هم اصلا شركه سيمنز اشترطوا ان تكون هنالك شركات ثانويه. هذه الشركات الثانويه هي اصلا معتمده وعندها حجم تعاقدات كان وحجم اعمال مع وزاره الكهرباء اللي هي شركه السويدي وشركه اوراسكوم. شركه السويدي لما قعدوا مع وزاره الكهرباء اشترط السيد الوزير انه اكو جمله التزامات كانت لهذه الشركه تلكأت بموجبها الشركه لحد الان ما اوفت بالتزاماتها مع وزاره الكهرباء، فاشترط الوزير انه كملوا لنا التزاماتكم الماضيه في سبيل انه انا امضي وياكم. يعني اشترط فد مجموعه من الامور بها التزامات تعاقديه وفقرات قانونيه، ما بقى الا شركه اراسكوم. هذا الموضوع جلست بغرف عمليات مشتركه ومتفاهمات وبمداولات عديده وحقيقه بمظله الامانه العامه لمجلس الوزراء. بموجب هذه التفاهمات ربما سنصل الى حقيقه الى تفاهمات تؤدي الى مساله العقد، لكن لحد الان لم يدخل العقد الرسمي حيز بروتوكول التنفيذ ولم تبرم وزاره الكهرباء اي عقد. طيب استاذ احمد، نعم، ماذا بشان منظومه الربط العربي والخليج التي برز الحديث عنها مؤخرا؟ احسنتي. انا مثل ما اسلفت في ظل تنامي الطلب على زياده استهلاك الطاقه الكهربائيه ولمواكبه الطلب حتى اغطي حجم الرقعه الجغرافيه للبلد، يعني للعراق عموما من الشمال الى الجنوب، سعت وزاره الكهرباء وهي عضو، يعني العراق هو عضو بمنظومه الربط العربي اللي هو يسمونها منظومه الربط الثماني اللي هو تعداد سوريا واردن وليبيا ومجموعه الدول الثمانيه واليمن. العراق كان عضو في منظومه الربط العربي، كان مقدر لنا ان نستجلب طاقه من سوريا في وقت مضى. الاعمال التخريبيه والملف الامني اللي دخل في سوريا والمناطق الغربيه تعرض عندنا خط القائم تيم، خط القائم تيم 30 كيلومتر داخل الاراضي السوريه تعرض الى تخريب و15 كيلومتر داخل الاراضي العراقيه تعرض الى تخريب. جعلنا نفقد هذا الخط من ان يحول طاقه وهو بموجب منظومه الربط العربي. ذهبنا من خلال زياره رئيس الوزراء الاردني اللي زار العراق، ايضا كان عندنا تفاهمات مع الجانب الاردني لانشاء خطين. لكن انتم كوزاره كهرباء، يعني كل ما تكون هنالك امطار قويه او عواصف قويه تقولون انه شبكات الكهرباء قد تحطمت او قد سقطت اعمده الكهرباء، وايضا التخريب الذي قام به ارهابيو داعش. طيب هنالك من يتحدث عن توقيع اتفاق لمعالجه الغاز المصاحب لاستخدامه في تشغيل محطات التوليد، ما صحة هذه يعني الأمور؟ ستي العزيزة لو بودي أن تعطيني ولو دقيقة واحدة. تفضل. كثير أنا مثل ما قلت لك، نعم،
مثل ما قلت لك الخط السوري قائم مثل ما توقف بسبب الأضرار اللي حدثت نتيجة الملف الأمني. سعينا بموجب زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى تفاهمات مع الجانب الأردني، ونحن ساعين الآن إلى تفاهمات لإنشاء خطين، رطبة قائم وحد وعريشة قائم، لأن الخطين يستجلبان طاقة، لكن هذه الطاقة بموجب منظومة الربط التزامني، يعني في فسحة اعتدال الموسم ممكن أنه أنا أيضا أعطي إلى الجانب الأردني ومن خلاله إلى المصري حقيقة استيراد الطاقة حتى من إيران اللي جرى تمديده لمدة سنة أخرى على إطلاق الخطوط الرئيسية الأربعة بتعليق السيد الوزير وبمعطيات وزارة الكهرباء، هذا مؤقت لأن أنا ماضي بتدعيم مساحة الكهرباء وإنشاء محطات توليد ومحطات تحويلية، هذا مؤقت لسد الحاجة الموجودة عندي، حتى أنا أقدر أسد الحاجة لازم ألجأ إلى تلك الخطوط ومن نعم. ثم أدعم وأنا ساعي بتدعيم. نعم أستاذ أحمد، لكن هنالك متخصصون يؤكدون أن مشكلة الكهرباء ليست بالإنتاج بقدر ما هي في التوزيع، هل هنالك خطط لتطوير هذه الشبكات المتهالكة ومتى؟ يعني لم يتبقى سوى القليل لشهر تموز وأنت تعلم أنه الحر قاتل في العراق. نعم ستي، مثل ما احنا ساعين بتدعيم قطاع الانتاج، ساعين بتدعيم قطاع النقل، ويوميا بافتتاح محطة جديدة، افتتحنا محطة غرب بغداد الأربعمية، بالأيام المقبلة راح نفتتح محطة اليرموك 132، ومن ثم محطة الغزالي، ومن ثم محطة بغداد جديدة، أقصد هذه المحطات التحويلية. بنفس الوتيرة عندنا استعدادات لاستقبال موسم الصيف في تدعيم شبكات التوزيع، في إنشاء محطات ثانوية، في تحويل بعض الشبكات إلى شبكات أندرغراوند، في التعاقد مع القطاع الحكومي كشركة ديالة وشركة الزوراء وشركة الصناعات الكهربائية لتزويدنا بعديد محولات تحتاجها الشبكة، ويوميا بخطط فك اختناقات، ومواكبين حملات إطلاق إنارة، حملات تدعيم شبكات، حملات إنشاء مغذيات، وكذلك حملات إنشاء محطات ثانوية من شأنها تفك الاختناقات وتسد. نعم أستاذ أحمد، يعني يبدو أن المشكلة عقيمة وستبقى عقيمة. أحمد الموسوي مدير إعلام توزيع كهرباء بغداد، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، نعتذر لضيق الوقت، شكرا جزيلا لك.